مع استمرار الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن، يأتي انعقاد مؤتمر المانحين في جنيف برعاية أممية لبحث سبل مواجهة هذه الأزمة التي تعد الأسوأ في العالم. الاجتماع والذي يشارك فيه ممثل الدول المانحة ومسؤول المنظمات الإقليمية والدولية يعد أكبر نداء استغاثة إنساني موحد لليمن تمت الدعوة إليه على الإطلاق حسب كثيرين. تعلق آمالا كبيرة على الدعم السخي من الأشقاء والأصدقاء في تمويلها لخطط الاستجابة ودعم توجهات وسياسات الحكومة، والتي نأمل أن يكون لها الأثر البالغ في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية. فإن المملكة العربية السعودية من جانبها تعهدت السعودية بتقديم مساعدة إنسانية لليمن قدرها 500 مليون دولار هذا العام، ورقم مماثل من الإمارات لدعم جهود الإغاثة، بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لضرورة تمكين مسؤولي الإغاثة من الوصول إلى الأماكن الأكثر تضررا. واستبقت الأمم المتحدة انعقاد هذه الفاعلية بإصدار تقرير يرصد الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لليمن للعام الجاري. ووفقا للتقرير، فإن نحو 80% من السكان، أي 24 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، كما أن أكثر من 20 مليون شخص بأنحاء اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وللمرة الأولى أكدت الأمم المتحدة وجود جيوب من مستويات الجوع الكارثية تشمل حوالي 238 ألف شخص في عدة مواقع، وأن أكثر من 3 ملايين يمني يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 1 مليون طفل تحت سن الخامسة. التقديرات الأممية أشارت إلى أن عدد المشردين داخليا في اليمن بلغ قرابة 3 ملايين و300 ألف شخص، بزيادة 22% عن العام الماضي. ووسط هذه الأرقام الصادمة لنزيف المعاناة المتصاعد، ينظر كثير من اليمنيين إلى المؤتمر بقليل من التفاؤل وكثير من التساؤلات، وذلك استنادا إلى تجربتهم مع عدد من المؤتمرات المماثلة سابقا قبل وبعد اندلاع الصراع، لا سيما مع استمرار شلل أعمال الإغاثة ما يفاقم الوضع الكارثي في اليمن.